لله. شادية بقى ايه الاخبار؟ احكي لنا بقى، انت داخله شاديه برضو، داخله في الشخصيه بنفس الطريقه، وشايف الناس استقبلتك استقبال هايل. احكي لي بقى الشخصيه، الدور لما جالك تعاملتي معاه ازاي، والمخرج وجهك ازاي عشان تعملي شاديه اهلا العظيمه بحضرتك. شاديه؟ طبعا اكيد طبعا، اهلا بحضرتك يا استاذ عمرو. في الاول انا مش اول عبد اشتغل مع الفنان تامر عبد المنعم، انا اشتغلت معاه في قاضي البلاش، كنت بعمل شاديه برضو في معبودية الجماهير. ولما اترشحت في شاديه في رايا وسكينه كان الموضوع يخض جدا، ازاي ان انا قدرت العب الست الرقيقه الشيك في معبودة الجماهير، وازاي انا تحولت للمرح وطاقه قتله القتله بقى في ريا، والعينين والايماءات بتاعتها وتفاصيلها، كان الموضوع يخض جدا. بس خليني اقول لحضرتك ان اللي ساعدني في ده هو الاستاذ تامر. عمل ايه بقى؟ بدا يقول لي ركزي في تفاصيلها، فبدات ان يعني انا جبت المسرحيه واتفرجتي، طبعا والحركه بتاعت مدام شاديه، السكتات، طبعا طبعا ليها ايماءات، اكتر حاجه بتجيب سكسيه مع الناس في الدور بتاعك ايه؟ الحركه بتاعت الايد والضحكه، ازاي؟ يعني هي بتعمل كده كده وكده. هي دايما لما كانت بترقص في الاستعراضات بتاعتها، هي مش بتعمل كده زينا بنفرد ايدينا كده، لا هي دايما بترفع ايديها في مستوى كتفها. فدي كانت حركة قريبة جدا للناس، لان الناس اول ما شافت شادية على المسرح قالوا احنا حسينا ان هي اللي واقفة قدامنا. دي حقيقة، هي بتخش بروح حقيقة. يعني يعني انا عايزه اقول لحضرتك ان انا مش بس بركز على الشكل، طبعا استاذ اسلام عامل مكياج بتاعها هي. بالظبط، والاستاذه سلوى بتعمل الويج بتاعتها بالظبط، ولكن بيفضل ال 50% التانيين الروح بتاعتها. انا لو ما قدرتش ان انا اطلع بالروح بتاعت الفنانه شاديه مش هكون شاديه. ولما بدات ان انا اعمل ده بتوجيهات طبعا استاذ تامر، لقيت ان انا طالعه فكه قوي، وان انا مش متنشنه، وان انا اللاوعي بتاعي مع مذاكرتي للتفاصيل والشخصيه، وان انا برجع للريفرنس قبل كل طلعه مسرح. يعني انا عايزه اقول لحضرتك قبل كل مشهد ليا في رايا وسكينه انا بطلع المسرحيه بركز تاني على التفاصيل بتاعتها في كل ليله عرض، واسمع هي ازاي بتتكلم وازاي اللقاءات بتاعتها. وكان اكتر حاجه بهرتني ان رايا وسكينه كانت اول مسرحيه تطلع فيها النجمه شاديه. انت كمان عايشه في شخصيه شاديه، انا شايفهم كلهم عايشين في الشخصيه. دول مجانين فيه كلهم. ايه اللي بيحصل؟ هو في ايه؟ هو في ايه اللي بيحصل؟ هو مبسوط انت من شاديه يا استاذ؟ جدا جدا. طيب الحمد لله. كل يوم بسلم عليها. انا مبسوطينك انت مبسوط يا استاذ. بنسلم على بعض كل يوم. يبقى تعالى، ما بتجيش ليه؟ ما بتجيش ليه؟